مساء الخير، مساء السعادة والإصرار والتفاؤل على كل متابعينا ومشاهديني في المنازل، مشاهدين قناة الصحة والجمال وبرنامج أول طلة. معكم سارة البربري مقدمة البرنامج. طبعا النهاردة في أول طلة هنعيش كل حكايات النجاح وقصص التفوق ومواقف التميز. طلتك الأولى هتفرق معانا، هتغير حياتك وحياة كل اللي حواليك. هنساعدك توصل صوتك وتحقق حلمك من خلال برنامجنا أول طلة. طلتنا النهاردة طلة خماسية لخمس شباب اجتمعوا على حب التمثيل، كل واحد منهم بيكمل الآخر. قدروا يعملوا سيمفونية متميزة بتجمع بين الدراما والكوميدي. معانا ومعاكم عائلة الحاج مغاوري في أول طلة ليهم وبرنامج أول طلة. في البداية كده عاوزة أقول أهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني، سعيدة بوجودكم معايا النهاردة. في البداية عاوزة كل واحد فيكم يعرف السادة المشاهدين على نفسه. أنا اسمي إسلام سمير عبد العزيز، من محافظة الشرقية، مركز أبو حماد، كلية آداب جامعة الزقازيق. حسام مصطفى خضر، من الشرقية، أبو حماد. أبو حماد، جامعة الزقازيق، كلية آداب، قسم ساعة. أحمد عبد البداء عمر عطية، أنا أبو حماد، شركة أولى كلية الحقوق الزقازيق. أنا اسمي حلم أحمد، من محافظة الشرقية، مركز أبو حماد، في كلية تجارة لغة عربية. محمد عبد الله محمد عبد السلام، كلية تربية إنجليزي، محافظة الشرقية، مركز أبو حماد. مين صاحب الفكرة أو إيه اللي عرفكم على بعض واتجمعتوا إزاي مع بعض وعملتوا فكرة إن أنتوا تبقوا مجموعة واحدة؟ هي الفكرة جت في دماغي، جت في دماغي بس معرفتش أعملها لوحدي، فحبيت أعرضها على أصحابي. هم في الأول كانوا مترددين وقالوا إن عايشين في أرياف وكده، قالوا الناس هتضحك علينا والكلام ده، معروف طبعا الكلام ده في الأرياف. فأصريت عليهم وقالوا هنجرب، لو الفيديو طلع حلو تمام هنكمل، مش تمام مش هنعمل تاني. فبدأنا مع بعض، بدأوا عندي في بيتنا، تمام، في البيت بتاعنا، وبدأنا تصوير. إسلام بيصور معانا، تمام، وبدأنا أول فيديو لقينا جاب مشاهدات عالية، فكملنا في المشوار ده، يعني إن شاء الله مكملين يعني بإذن الله. طب كلكم اساسا من البدايه كان عندكم الموهبه بتاعه التمثيل، ولا لما الفكره طرحتوها بداتوا بقى تشتغلوا على نفسكم ان انتوا كل واحد ينمي جواه الموهبه دي فيطلع اللي عنده فيها؟ هو كل واحد مننا طبعا يعني مش كان في حد في دماغه الحوار ده خالص او الفكره دي، بس يعني اما فكرنا فيها ابتدى كل واحد يطلع اللي جواه يعني. طيب انتوا يعني ازاي بتقدروا تكتبوا الحاجات اللي انتوا بتعملوها، المحتوى اللي انتوا بتقدموه ده مين فيكم بيكتبه او بتتشاركوا كلكم مع بعض في كتابة المحتوى ده؟ ما فيش حد فينا رئيسي، كلنا بنكمل بعض، ما فيش حد يعني، ما ينفعش انا اقول الفكرة دي لوحدي او انا اقول فكرة الفيديو لوحدي، لازم كل واحد فينا يقول رأيه في الفيديو، لان الفيديو مش بيكمل لما احنا كل حطينا آراءنا فيه. تمام. طب اكيد قابلتكم انتقادات كتيره في من جيرانكم، من اهلكم في المكان اللي انتوا فيه، من اصحابكم؟ انا كشخصيا طبعا قابلت انتقادات كتير، سواء من والدي والدتي، لان ده بيقولوا حاجه احنا ارياف والكلام ده ما ينفعش والحاجات دي يعني، فقابلنا طبعا انتقادات منهم، فبس احنا مصرين يعني، لان ده يعني حلم ونفسنا نوصل له يعني باذن الله. الانتقادات اللي قابلتك كانت ايه؟ الانتقادات بعد الفيديو، اول فيديو احنا عملناه جاب مشاهدات عاليه وكده، فكملنا في ارياف والناس يعني تفكيرها برضو على القد، فاول ما لبست العبايه يعني كده وهزار مع اصحابي وكده ونزلنا الفيديو، الناس عجبتها، في ناس عجبتها الفيديو وكده، واحنا ماشيين في الشارع الناس تقعد تغلس والحاجات زي كده، هم بس احنا عاملينه ككوميدي مش اكتر، والناس قالت بطل، ففي ناس كتير بقى حبت دنتها، كل ما نمشي في الشارع وكده فين الفيديو التاني وكده، فشجعتنا اكتر بقى وعرضنا الفكره تاني وعملنا فيديو تاني وحقق احسن من الاول بكتير. الانتقادات اللي قابلتك؟ معظم الانتقادات اللي قابلتني يعني جات لي من صحابي، اقول لك انت مش هتكملوا يعني مش هتوصلوا. اديله المايك لو سمحت، اتكلم في المايك. يعني معظم الانتقادات اللي قابلتني من صحابي كانوا بيقولوا لي مش هتوصلوا ومش هتنجحوا، ده فيديوهات هايفه، ده حاجات هايفه. معظم الناس اللي بعد ما ننشر الفيديو وبيجيب مشاهدات عاليه يقولنا استمروا، ده فيديوهات مضحكه وان شاء الله هتوصلوا.
طب ليه ما تعملوش الافكار الكوميديه مع حاجات توعيه، توعوا مثلا اطفال عن حاجه ما يعملوهاش، توعوا ناس، توعوا مثلا الكبار عن تجنب المخدرات مثلا، ليه ما نعملش الافكار تبقى منها كوميديه مضحكه وبرضه هادفه؟ في فيديو ان شاء الله نازل جاي يعني على التوعيه وكده، بس لسه برضو الفكره برضو مش كملت في الفيديو كامل. البنيه التحتيه، البنيه مثلا الفلوس اللي معانا مثلا ايه مش يعني لسه قدامي شويه، لما الفيديوهات تنجح وكده وتحقق نجاح كده في فكر كتير وفي ناس هتساعدنا كتير، وفي مثلا ناس اكبر منا فاهمه هتقول لنا الفكر وهنمثلها وهتكون فايده يعني للمجتمع والاطفال والشباب هي الحاجات دي يعني عشان نعملها مش ينفع يعني مش في اتاحه ان احنا نعملها في بيوتنا او الكلام ده، فعاوزه ان هي نطلع في مكان بعيد تمام، واحنا المفروض في ارياف فصعب ان احنا نعملها في القريه بتاعتنا، فزي ما بقول تحتاج يعني راس مال شويه ان احنا نطلع في مكان بعيد نعمل الحاجات دي ونكونها، فيعني ان شاء الله الحاجات دي في دماغنا بس يعني قدام شويه ان شاء الله. طب توعدوني ان الفيديو اللي انا اقترحته عليك ان هو تعمل حاجه مضحكه مع حاجه هادفه او توعيه للناس او الاطفال عموما باذن الله، ده يبقى عرضه من خلال اول طله باذن الله. ان شاء الله في دماغنا فكره هو توعيه بحدود يعني تبع فيروس كورونا والكلام ده. ايوه باذن الله مش فيروس كورونا بس، احنا عايزين نعمل توعيه للاطفال عموما مثلا عن حاجات كتيره مخاطر ممكن يعملوها. انت ممكن تطور فكره ان انت مثلا توعي طفل لا ما تستعملش مثلا سكينه، لا ما تلعبش بالنار، فاهم اللي هو حاجات كده فاهم، توعيه للاطفال مش اي حاجه تلاقيها قدامك مثلا، لان ممكن ساعات عندنا في اهمال في البيوت فممكن يسيب ازازه فيها اي ماده فممكن يشربها، فممكن تكون منها مضحكه ومنها حاجه برضو رساله للطفل او للام في البيت، او بما انك معاك حد بيجسد شخصيه ست يعني فهتبقى شامله كل حاجه فاهمني. ان شاء الله ده اللي هيحصل يعني هي الفكره ده. موجوده بس لسه بقى مش خططنا ليها جامد يعني، فلسه هنطرح الفكره يعني هننزلها ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. طب انت يعني باباك ومامتك لما بتلبس ست بيقولوا لك ايه؟ والله انا حصل معايا مشاكل كتير في البيت واقترحت عليهم ده عشان الولاد مش في حد يزعل وكده، اللي هو يكون اخر فيديو الولاد زعلت جامد واتخانقنا امبارح وسبنا التصوير وكده، وان شاء الله يعني هتتحل المشاكل ديت قدام يعني. طيب انتوا بتعملوا الشو ده بهدف الربح ويا ترى دخل لكم منه فلوس اساسا عن طريق الفيديوهات اللي انتوا بتقدموها دي ولا لا؟ لا مش كده، في يعني مثلا هو ده كهوايه مثلا، محمد اقترح علينا الفكره كده ففراغ مثلا عندنا يعني مش هدفها الاساسي ان انتوا تعملوا منها ربح. لا مش في دماغنا ربح خالص، هو كل في دماغنا في ناس يعني مننا هدفها اللي هي الشهره، وفي ناس ده حلم نفسها توصل له الكلام ده ماشي، بس انت دلوقتي قلت انا عشان اخرج واصور مكان محتاج دعم مادي او محتاج فلوس. لا من ناحيه الدعم المادي ده فاحنا طبعا كلنا يعني حوار التصوير هو مش كل حياتنا يعني، يعني في شغل مثلا بنطلعه تمام ماشي انت في شغل تمام. بس انت قصدك انا بقول لك دلوقتي، انت دلوقتي لما انا بقول لك قلت لي انا لو عايز اصور في مكان فانا محتاج فلوس عشان تمام. اعرف اصور تمام. طب ليه ما تبقاش موهبه ومنها تدخل لك فلوس برضه في نفس الوقت، ما هتبقى جمعت الاثنين وتصور في المكان اللي انت عايزه زي ما انت بتقول. احنا لو بصينا للنقطه دي كده بقى مش هنوصل يعني، احنا بصينا للفلوس وبقى كده لا مش قصدي تبقى هدفك الفلوس، انت بتعمل موهبه بس حاول ان هي برضه تكون سبب في ان انت يدخل لك منها ربح او عائد مادي ان انت تقدر تعمل حاجه بعد كده، لان هي اللي هتخليك تعمل حاجه بعد كده فاهم قصدي؟ بالظبط فالفكره كلها في كده، مش قصدي ان انت تعملها هدف الربح بس، هو انت لو ما عندكش موهبه فما ما فيش بمشي لها لازمه الفيديوهات فاهمني؟ ف يا ريت كمان تفرجوا. طب انتوا ليكوا ناس مثل في التمثيل مثلا بتحب حد معين تتفرج عليه، بتحب تشوف حد معين؟ انا من واحد بحب اشوف اسمع فيديوهات العربيه. اتكلم في المايك، خد المايك اتكلم فيه. ما في مايك. قدوتك اتكلم فيه. قدوتك مين؟ قدوتي في كمسرحيات كوميدي علي ربيع وحمد المرغلي، مسرح مصر عموما يعني. بس. طيب دلوقتي عايزه اكلمكم عن موهبه من بلدي. هنتكلم عن الفنان احمد هشام. احمد هشام من قريه فيشه بنا، انا بشكرك يا احمد جدا
على تجميلك الحوائط المعهد الديني الابتدائي، وبدعو من خلال البرنامج أول طلة إن احنا نحافظ على مجهود أحمد، لأن أحمد أكيد تعب جدا علشان يطلع الإبداع اللي هو بيعمله في تجميل قريتنا. فأنا بشكرك يا أحمد جدا، وشكرا إن أنت مهتم بالقرية وشكل القرية الجمالي. تعالوا نخرج نشوف فيديو لأحمد هشام ونرجع مع بعض.